في مواعيد الكاف حددها كديد لاين عشان التسجيل في الفتره اللي جايه. في سيستم تم اعداده على سيستم الكاف لتسجيل اللاعبين. مبدئيا عندك قائمه اساسيه تقدر تختار 55 لاعب بحد اقصى قبل يوم 14 ديسمبر، يعني النهارده 22 نوفمبر قدامك 3 اسابيع عشان تسجل 55 لاعب. هتختار من ال 55 23 او 27 لحد اقصى. يبقى انت من ال 55 هتختار 23 حد ادنى او 27 حد اقصى. امتى؟ قبل منتصف ليل 3 يناير. قبل منتصف ليل 3 يناير، يعني قبل انطلاق البطوله ب 10 ايام. طب اي اتحاد وطني، اي منتخب اتاخر في التسجيل هيدفع غرامه 20,000 دولار، والغرامه الاقوى اللي هي الغرامه الفنيه، بدل ما تسجل 27 او 25 او 23 لاعب، لا هتتعاقب وتسجل 21 لاعب فقط. وبالتالي المواعيد دي مواعيد مهمه جدا لازم الكل يلتزم بيها خلال الفتره اللي جايه. الجزئيه الثانيه وهي الجزئيه الاداريه.